the velocity of a particle moving along the x-axis as a function of time is shown in the figure. If the initial position of the particle at t equals 0 is 40, يعني ال x نوت 40 متر. هيقول لي find its position in meter at t equals 12 seconds. يعني هو عايز ال x final اللي هي بتساوي x نوت زائد الدلتا x. طيب هو مديني شكل السرعة، الجراف بتاع السرعة مع الزمن. احنا عارفين ان ال v اصلا بتساوي ايه؟ dx by dt. يعني الدلتا x بقى، اذا الدلتا x بتساوي تكامل ال v dt. احنا دي خلاص كملناها، خلينا دلتا x اللي احنا عايزينها تساوي تكامل ال v dt، يعني الاريا نقول under the curve بتاع ال v t. يبقى لو عرفنا نجيب الاريا للكيرف اللي هو v مع t يديني الدلتا اكس، الدلتا اكس تكامل ال v dt، يعني نجيب الاريا تحت الكيرف. طب تعال نشوف بقى الاريا دي كده، هل اقدر اجيبها؟ يبقى الدلتا اكس بتساوي ايه؟ اذا الاكس بتساوي، خلينا نقول الدلتا اكس تساوي نص القاعده في الارتفاع اللي هي كام بقى؟ اذا الاكس بتساوي اكس نوت اللي هي 40 زائد الحته دي، نص في 12 ب 6 في 6 ب 36، يعني بتساوي 76 متر. مره ثانيه احنا عندنا الاكس بتساوي الاكس نوت ودي عندنا، والمسافه اللي اتحركها من 0 ل 12. طب احنا عندنا الشكل الفلوستي مع الزمن، وتكامل الفلوستي مع الزمن بالنسبه للزمن يديني الدلتا اكس، المسافه اللي مشيها من 0 ل 12. لما جبنا الاريا دي طلعت الحته دي اللي هي ب 36، الجزء ده اللي هو ده، لما اجمعها على 40 اللي كان ماشيها قبل كده يديني 76 متر. يبقى هو بعد 12 سكندز البوزيشن بتاعه كان عند 40 الاول، عند الزمن 0، عند الزمن 12 هيكون 76. يبقى ده التي بتساوي مره 0 كان 40، هو دي الدهاني. اما عند ال 12 سكند اللي طلبها احنا طلعنا اللي تبقى 76 متر. طبعا مش لازم ارسم دي، المهم انت عارف تجيب الاريا اندر ذا كيرف عشان تجيب الدلتا اكس وتجمعها على الرقم اللي هو مديهولك في الاول اللي هو ال 40 متر.